بحضراتكم من جديد، بعد احتجاجات غير مسبوقة صدق الكونجرس الأمريكي في جلسة مشتركة لمجلسيه على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما توقفت الجلسة لساعات بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب ليها. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، ما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري. كما صوت أغلب أعضاء مجلس النواب الأمريكي برفض اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز بايدن بولاية بنسلفانيا في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه. وعلى مستوى أحداث الشغب، قال قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية روبرت كونتي أنه 4 أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس وتم اعتقال 52 شخصا. وبالتزامن مع هذه التطورات بدأت استقالات في إدارة ترامب احتجاجا على هذه الأحداث. دعونا نناقش دلالات هذا المشهد مع ضيوفي، معي عبر سكايب الأستاذ بروس فاين، مساعد وزير العدل الأمريكي السابق والمحامي المختص في القانون الدستوري والدولي، وأيضا عبر سكايب الأستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بكما ضيفايا الكريمان، ودعوني أبدأ مع ضيفي السيد بروس فاين. سيد بروس، مرحبا بك، ودعنا في البداية نذهب إلى توصيف ما حدث بالأمس من أحداث أمام الكونغرس الأمريكي. كثير تحدثوا حول أن ما جرى كان محاولة انقلابية بامتياز. كيف تصف أنت الأمر من زاوية قانونية وزاوية موضوعية؟ طبعا ما حدث هو مؤامرة وجريمة، وما حدث بانتهاكات وأيضا تنفيذ ضد قانون الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ما حدث للانتخابات مع أيضا تم أقرها من قبل مقاطعة كولومبيا، وهذه العملية هي مستمرة، وهذا الاعتداء هو انتهاك من قبل العصابات التي تعمل مع ترامب خاصة لعدة ساعات، والمؤامرة وهدفها هو الاعتداء من قبل منع بتطبيق القانون وسيادة القانون، وهي جريمة للاعتداء لأنه موظفين فيدراليين، وأيضا تخريب المكان، وهذا طبعا جريمة واضحة، وهذه الجرائم هي توضح لها دخل بالرئيس ترامب أنه ادعى عن أنه الانتخابات كانت مزورة، وأيضا ضد أنه يريد أن يحسب مرة أخرى الانتخابات والأصوات، وأيضا لكن ماذا تقصد بوصف عصابة سيد فاين؟ يعني هؤلاء مواطنون أمريكيون مؤيدون لترامب، أنت وصفتهم الآن بأنهم كانوا عصابات تابعة لترامب، ماذا تعني كلمة عصابة؟ مع الأسف أنه ليس الكثير منهم أنهم في عملية نفسية، وأيضا كثير يقومون بالانتهاكات وأيضا العنف، وليس الجميع أنه لديهم نفس الادعاءات. هناك الكثير من الأشخاص وجماعات تحاول أنه تصل إلى أهدافها أو بسبب أنه أعمالهم النفسية في حياتهم، وأنه ما وضحه ترامب وهو يصف بطبيعته لما حدث البارحة أنه ليس لدينا كرامة، وأيضا أنه هذه الفضيحة هي سببها الانتخابات، ودعا بالتزوير وما شابه ذلك. يحاول أنه يوضح نفسه ويضع أنه يكون بفخر أنه لم تأخذ أي باعتقاد الكثير من أصحابه، وأيضا نتحدث الطريقة النفسية التي يتبعها جماعة ترامب، وأيضا إذا كانت هناك أي عقوبات تجاه هؤلاء الأشخاص ستكون النتيجة واضحة. نعم، أتحول إلى ضيفي أستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية. أستاذ خالد، مرحبا بك أولا، ودعنا نفهم أيضا ما حدث، لأنه المشاهد أكدت أن ترامب بدأ بالأمس وحيدا وكأنه لا أحد معه في هذه المحاولة الانقلابية بحسب ما وصفها البعض. لماذا بدأ ترامب بهذه الطريقة وكأنه وحده في هذا المضمار، وكأنه حتى الجمهوريين الذين كانوا يدعمونه بدأوا يتبرؤون من هذه التصرفات؟ نعم،
اولا يعني انا اريد ان اعترض على مصطلح انقلاب. برايي ما حصل بالامس هو ليس انقلاب، الانقلاب له مقومات اخرى، لها علاقه بتخطيط ولها علاقه بقيادات حزبيه وقيادات عسكريه ومقومات لم تكن موجوده فيما جرى بالامس. ما الذي جرى بالامس هو اقتحام من قبل مجموعه من الغواء المؤيدين لترامب بدون ادنى شك، وبتحريض مباشر من ترامب، واقتحموا مقر الكونغرس الامريكي، وتم فرض حظر تجول في الساعه 6:30 مساء، وتم تفريغ مقر الكونغرس من هؤلاء الذين اقتحموا المقر واعتقالهم، وتم قتل واحده من الذين اقتحموا، وثلاثه ماتوا بسبب يعني اشكالات طبيه يبدو عندهم امراض او لكن شغلات. لم يقتلوا بسبب الشرطه الامريكيه، لا فقط شخص واحد، هي سيده قتلت بشكل مباشر اثناء محاوله الاقتحام، قتلت هذه السيده. اطلق شرطه البيتل او شرطه الكونغرس اطلقت النار عليها وقتلتها. فالقضيه ليست انقلاب، ولكن الذي حصل هو ان الرئيس، ولماذا بدأ الرئيس وحيدا؟ لأنه وحيدا في الحقيقة، يعني ليس هناك أي تأييد لمثل هذا الانقلاب. حتى نائب الرئيس وهو الأكثر التصاقا بدونالد ترامب لم يستطع أن يقف أمام الإجراءات الدستورية الواضحة المقررة مسبقا والموجودة، والتي يعني تؤكد أو تتأكد من أن عملية الانتقال السلمي للسلطة تتم بطريقة سلسة وبدون أرق الدماء. هو بدأ وحيدا لأنه هو الوحيد الذي يعني الذي لم يصدق حتى الآن أنه خاسر. برأيي أن هناك قضية إشكالية كبيرة في ذهنية وفي عقل وفي القدرات العقلية لدونالد ترامب، ليس لأنه مجنون، لا أقول أنه قاصر عقليا، ولكن لأنه مسكون بالأنا المتضخم، هذه النرجسية المفرطة التي جعلت حكمه على الأشياء يكون عليه إشارة استفهام كبيرة جدا. ويمكن موضوع القدرات العقلية ده سيد بروس هو اللي خلى بعض الناس أو دفع بعض الناس إلى التفكير في تفعيل التعديل 25 للدستور الأمريكي، والذي يقضي بأنه ربما في حال عجز الرئيس الأمريكي عن ممارسة مهامه يحق للإدارة الأمريكية أن تعزله من المنصب وتفوض صلاحياته لنائبه. كثر الحديث حول التعديل 25 للدستور الأمريكي، إلى أي مدى تعتقد أنه يمكن تطبيقه في هذه الحالة التي نحن بصددها؟ هذه الأمور التي تحدثنا عنها، وأيضا أنه ممكن إخراجه من المكتب، وأيضا هو أنه لم يكن يتابع الدستور وتطبيق القانون، وأيضا المجموعة هذه الإدارة، هم أن الرئيس أرسل رسالة خاصة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وأيضا يوضح وصرح أن نائب الرئيس مباشرة أصبح هو الرئيس، وهذا مهم جدا لأنه مباشرة ممكن أن يمنع السيد ترامب في هذا المجال من أجل أنه يقوم بوضع أنه هناك هجوم عسكري على إيران أو هناك مشاكل مع الصين أيضا. فكل المجاميع التي عملت التي قامت بالاعتداء على مجلس الشيوخ، وأيضا ما حدث ممكن أن يمنعه ليكون لديه السلطة ليستمر في أعماله، خاصة على الأشخاص الذين ضده، وأيضا البرلمان وكل أعضاء مجلس الشيوخ، ولأنه كان ضد الانتخابات وما حدث في يناير 6 يناير. وأيضا في هذه الحالة أنه يكون هناك نقاش
النقاش واضح أنه ترامب لا يستطيع أنه يقوم ضد سيادة القانون، وهذا طبعا جعل طريقة حياته في البيت الأبيض، وخاصة لمستشاره جاين بولن، وأيضا في طريقة أنه عمله في البيت الأبيض، وهذا يوضح التعديلات القانونية 25. وأيضا السيد بنس ممكن أنه يحدث في 24 ساعة، لكن حتى الآن هذا يظل قيد النقاش، لم يتم تفعيله، والبعض يستبعد أن يقوم مايك بنس بهذا الإجراء. هل تعتقد بالفعل بأنه يمكن لمايك بنس والوزراء الآخرين في حكومة ترامب أن يفعلوا التعديل 25 من الدستور الأمريكي، أم سيبقوا على الوضع حتى نهاية الأيام المتبقية من ولايته؟ أنه لديهم السلطة لعمل هذا إذا كانت هي الإرادة السياسية لتتقدم إلى الأمام، وممكن أنه نتمنى أن ترامب سوف لن يعمل أي شيء جنوني، وأيضا خاصة في الأيام الـ13، وأيضا لا يمكن الثقة به لأي لحظة. نحن نلعب هنا بطريقة صعبة جدا، وممكن أن يبقى في المكتب، وأنا أعتقد أن السيد بنس يكون لمصلحته يجعل الحالة والقضية أنه في يصبح رئيسا في عام 2024، من أجل أنه لا يستطيع أنه يتقدم بهذه الأعمال، وحتى لمدة يكون رئيسا لمدة 13 يوما. أن السيد بنس لديه القوة والشجاعة ليتحدث مع الرئيس، وأنه سوف لن يقرر بنفسه أو يقبل حسب أوراق الانتخابات وأيضا إقرار الانتخابات. ونحن ننتظر أنه انتقادات تجاه ترامب، وأيضا خاصة أنها نتائج غير واضحة، وأيضا هناك احتمالية كبيرة أن نعطي هذه الخبرة الأخيرة لسيد بنس، وهناك أعضاء الكونغرس بالقوانين 25، ولتكون هم السيدة جاك شومر، وأيضا يكون هناك دعم سياسي له خاصة للجهة الديمقراطية، وأيضا خاصة هناك السيدة درامني وميش ماكارلن، أنه زوجته أيضا هي تمت بالاستقالة اليوم، اللي هي مسؤولة على خاصة بسبب سلوك ترامب وأيضا سلوكه الجنائي لتجاه سيادة القانون. طيب دستور. لكن تبقى هنا إشكالية متعلقة دكتور أستاذ خالد فيما يتعلق بما بات يعرف الآن بإرث ترامب، وهو هذا الكم من الشعبوية التي نشرها في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجلت بالأمس بشكل واضح وكبير لدى آلاف من أنصاره الذين لم يرعوا من أن يدخلوا ويقتحموا مقر الكونغرس الأمريكي في سابقة غير معهودة لدى الأمريكيين. وهذا ما ينبغي أن نفهمه الآن، هل الشعبوية في أمريكا وصلت إلى حد لا يمكن التغاضي عنها حتى بعد رحيل ترامب عن البيت الأبيض؟ نعم، أنا أتفق مع القول بأن الإرث الرئاسي لترامب هو الشعبوية بدون أدنى شك. كل رئيس أمريكي يترك الحكم وهو حقيقة مسكون بالإرث التاريخي، يعني منذ أن تأسست الجمهورية الأمريكية هناك 46 رئيس فقط، فهم يعني هذا النادي نخبوي جدا، هو يمكن النادي الأكثر نخبوية في العالم، هو نخبة أو نادي رؤساء أمريكا السابقين. ترامب برأيي سوف يترك واحدة من أسوأ legacies أو الإرث الذي سيتركه رئيس، بأن قبل 9 أيام عمليا، هو 20 شهر هو الرئيس، ولكن بقي 9 أيام عمل من رئاسة ترامب إذا حسبنا عطل نهاية الأسبوع. تستقيل وزيرة الاتصالات، يستقيل نائب مستشار الأمن القومي، يستقيل 6 أو 7 آخرين مسؤولين أقل درجة من إدارة ترامب. وزير العدل الذي كان أحد أهم أنصار ترامب بالبار
الذي ترك منصبه قبل حوالي 10 أيام خرج اليوم بتغريدة وببيان شديد اللهجة يتهم الرئيس الأمريكي بأنه قد خان أمانة المكتب، مكتب الرئاسي أو منصب الرئاسة، ليس مكتب، قصد منصب الرئاسة، أنه خان هذه الأمانة وأنه حرض المتظاهرين. سمعت جون كيلي الذي هو جنرال كبير في الجيش الأمريكي وكان وزير الأمن الداخلي وكان رئيس كبار الموظفين أو كبير الموظفين في البيت الأبيض، يعني اليد اليمنى لترامب، خرج اليوم على CNN وذكر أن هناك دم على يدي دونالد ترامب. إذن تاريخه أو الإرث التاريخي لدونالد ترامب سيكون من أسوأ ما يمكن في الحقيقة، ولكن هل ترك وراءه خطاب شعبوي؟ نعم، هناك، لا ننسى أن ترامب يستند في الحقيقة، نقول أنه وحيدا من ناحية المؤسسة الرئاسية وناحية المؤسسة الحكومية في واشنطن، ولكن هو يستند إلى حائط صلب من 75 مليون أمريكي صوتوا لصالح دونالد ترامب. أنا اليوم في زيارة لمنطقة واشنطن وفي الفندق الذي أقيم فيه كان هناك اليوم عدد من مؤيدي ترامب الذين خرجوا بالمظاهرات والذين اقتحموا مقر الكونغرس. يعني عندما تتحدث إليهم يعني تعتقد أنك في كوكب آخر. أحد يعني كانوا يتحدثون اليوم في بهو الفندق بأن ترامب موجود الآن في تكساس لأن الجيش قد أخذ ترامب إلى تكساس ليهيئ لعودته ب20 الشهر من خلال انقلاب ومن خلال يعني قضايا نظريات مؤامرة ما أنزل الله من سلطان. لكن 4 سنوات من حكم الديمقراطيين قادمة، هل هي كفيلة ب يعني إيه القضاء على هذا المد الشعبوي الذي تركه ترامب؟ نعم. أم لا؟ أقول لك يعني 45% من الجمهوريين يؤيدون اقتحام الكونغرس ويؤيدون الاعتراض على انتخاب بايدن وعلى أن العملية الانتخابية كانت فاشلة أو كانت مخترقة إن صح التعبير، ولكن هذا يعني أن 55% من الحزب الجمهوري أو من الجمهوريين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من الحزب الجمهوري هم معترضون على مثل هذا. إذن الأزمة في الولايات المتحدة هي ليست عند الديمقراطيين، الديمقراطيين متماسكين ومتماسكين حول بايدن وحول قدرتهم على أن الفوز، وكان آخرها الفوز بمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، والتي قلبت جورجيا من الأحمر إلى الأزرق. إذن يعني ليس هناك إشكالية في الحزب أو في الجزء من المجتمع الأمريكي الذي يعرف نفسه بأنه مؤيد أو إلى جانب الحزب الديمقراطي. نعم. الأزمة هي في الحزب الجمهوري، وبرأيي أن الحزب يعني هذا الشرخ العمودي في الحزب الجمهوري والذي يقسمه إلى 45% و55%، برأيي هذا سوف يعني لابد أن يعالج نفسه إما بانقسام الحزب الجمهوري أو بمراجعة سياسية وفكرية وحتى تاريخية للحزب الجمهوري وسياساته. ولابد إذا لم يتخذ الحزب الجمهوري القرار بأن يراجع نفسه وبأن يعيد تقديم نفسه للمجتمع الأمريكي، برأيي سوف يكون هناك شق في الحزب الجمهوري وانقسام قد يقسمه إلى حزب. لكن هناك إشكال الآن سيد بروس، يتحدث حول ما سيلاقيه ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض بعد أيام، خاصة أنه الآن من بعد قانوني توجد اتهامات لترامب أنه يقف وراء هذا التحريض على العنف والتخريب، خاصة فيما يتعلق بأحداث الأمس في الكونغرس. والسؤال قانونا، وأنت رجل قانون بالأساس، هل يمكن أن يحاكم ترامب قضائيا بعد خروجه من البيت الأبيض على هذه التهم التي توجه إليه الآن؟ عندما يترك البيت الأبيض السيد ترامب ممكن أنه يعاقب، وأيضا ممكن أنه يقاضى في المحكمة، وأيضا ممكن أن يكون محكمة مدنية، وخاصة إذا كان في مكتبه، وهذا ممكن أن يغير الأمور في الأمور القانونية. عندما أنا أعتقد أنه سوف يكون شيء صعب باتجاه عمله
وسيحاول أن يخرج يكون خارجا عن أن يكون في السجن، وخاصة من المدعون العامون، وأيضا ممكن أنه تكون هناك أي استئناف لهذه القضية، لكنه هي لم يحدث هذا من قبل لأي رئيس، وخاصة من المدعي العام، وأيضا ما يحدث بعد سيد نيكسون 1974 أنه السبب تم أنه كان يواجه أنه قضية جنائية من المدعي العام لايون جيوسكي لمشاركته في ضد القانون، وأيضا هناك شهود على ما يحدث ودفع الرشاوي ليكونوا صامتين تجاه الأعمال الجنائية التي حدثت في زمان نيكسون. لكن السيد ترامب وسلوكه السيء الجنائي ممكن أن يكون السبب، خاصة تجاه ضد الدستور الأمريكي والشعب الأمريكي، ولا يوجد هناك أي رحمة أنه ممكن أن يستلمها، وأيضا ممكن يترك المكتب بطريقة التي يمكن أن تكون حوالي 230 سنة متزامنة. هناك أمور قضائية كثيرة، لا أرى هناك الكثير من المدعون العامون أنه ممكن أنه يحدث أمور قضائية، خاصة لما هو أنه لم يحترم الدستور خلال 24 ساعة الماضية. لكن عمليا لا يوجد حصانة للرئيس الأمريكي السابق إذا ما غادر البيت الأبيض تحول دون محاكمته أو تحريك دعوى قضائية ضده بأي حال، أليس كذلك؟ نعم، في تحت الرأي القانوني عندما ما كان ما زال هو رئيسا أنه السياسة ممكن أن لا تكون هناك أي اتهامات أو أنه قضايا اتجاهه، لكنه ممكن أنه متابعة بعد تركه للبيت الأبيض، خاصة في يناير 2021، وخاصة منذ الآن إلى ذلك الحين سوف نرى ما سوف يحدث. طيب، هل هذا يتطرق أيضا إلى المواطنة الأمريكية التي لقيت مصرعها أمس في أحداث الكابيتول، عندما لقيت مصرعها على يد الشرطة الأمريكية وهي مواطنة واحدة، هل يحاكم أيضا من قتل هذه المواطنة بتهمة أنه قتل المتظاهرين، أم أنه قانونا هذا التوصيف غير دقيق، خاصة أنهم كانوا يحاولون اقتحام مبنى الكونغرس؟ نحن لا نعلم ماذا سوف يحدث لاحقا، أنه هي قتلت من قبل الشرطة، أو إذا كانت هناك أشياء أخرى حدثت، أو ممكن أنه بسبب هي ما فعلته تجاه أعمال العمل الذي قامت به. وأعتقد أن الحقيقة هناك شيء، أن هناك موت حدث، وأيضا بسبب ما يحدث وما حدث لماذا أيضا أصلا قاموا بهذا الأمور. أنا طبعا أتابع أعمال البيت الأبيض، هناك فرص كثيرة للأشخاص للمظاهرات بطريقة سلمية للتعبير عن شعورهم بطريقة سلمية، وأنه هناك أمور خاطئة ممكن أن تتغير. هذه هي معلم كبير جدا للحكومة الديمقراطية، وهؤلاء الأشخاص أنا أسميهم هم طبعا مثل عصابة، أو ما يفعلونه هو خاطئ، وأيضا ما حدث لهم هو عنف، وأيضا شيء يحدث خاصة بالمتحدثة للبيت الأبيض، وأيضا أخذوا وسرقوا أشياء من داخل الكونغرس الأمريكي، هم أحداث غير بالغين من العمر، وهؤلاء الأشخاص يجب أنه لا تكون هناك رحمة ضدهم، يجب أن يدخلوا السجن، ويجب أن يقاضوا، ويجب أن يعاقبوا عندما فعلوا هذا الأمر البارحة ضد دولتنا. نعم، طيب، هناك أيضا تساؤلات متعلقة أستاذ خالد بما أثير في هذا المشهد، منها مثلا هذه الصور التي تم تداولها للمتظاهرين وهم يحملون أعلام أخرى غير الأعلام الأمريكية، على سبيل المثال أعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي
أيضا أعلام لها علاقة بدولة إيران في الوقت الملكي أو في العهد الملكي. ما دلالات ظهور هذه الأعلام المتعددة في حدث هو أمريكي بالدرجة الأولى وليس له علاقة بشأن خارجي؟ نعم، يعني هذه يعني عندما يكون هناك مظاهرة فيها الآلاف يمكن عشرات الآلاف، كل يحمل ما يريد يعني، فأنا لا أود أن أضع ثقل كبير على مثل هذه، ولكن نحن نعلم أن أصحاب الخطاب الشعبوي العنصريون المؤيدون لترامب هم أيضا مؤيدون لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. هؤلاء مؤيدون للمستوطنين، مؤيدون لعمليات القتل التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، كما أنهم أيضا مؤيدون لعمليات القتل التي تتم ضد بعض السود في الولايات المتحدة. فقد تكون التقت هذه الأفكار المتطرفة. أيضا هناك العلم، وأنا برأيي هذا المؤشر الذي يجب الاهتمام به، كان هناك رمح للعلم الكونفدرالي، العلم الذي كان خلال علم الانفصاليين في الحرب الأهلية الأمريكية التي جرت في عام 1860ات القرن الثامن عشر أو التاسع عشر 1860، رفع هذا العلم وهو علم الولايات المؤيدة للعبودية والولايات التي أرادت الجنوبية التي أرادت أن تنفصل عن الفيدرالية الأمريكية. رفع هذا العلم هو فيه شيء أو فيه كثير من النفس العنصري، النفس الذي ينظر إلى السود على أنهم عبيد ومؤيد لمثل هذه السياسات. وهذا ما يدفعنا أيضا للتساؤل هنا سيد فاين حول ما سيخلفه ما حدث من تأثيرات على المشهد الدستوري في أمريكا. يعني نحن نعلم أنه كثير من الأحداث التاريخية ربما تسببت في إجراء تعديلات على الدستور الأمريكي. هل باعتقادك وحسب رؤيتك وخبرتك في مجال القانون وكمساعد لوزير العدل الأمريكي سابقا، هل تعتقد أن ما حدث بالأمس يمكن أن يجعل المشرع الأمريكي يضفي تعديلات على الدستور، سواء على المدة التي تفصل ما بين إعلان الفائز في الانتخابات إلى تسليم الحكم أو غيرها؟ هل هناك من تغييرات يحتاجها الدستور الأمريكي بعدما وقع بالأمس في الكونغرس؟ أنا لا أعتقد بعد ما حدث البارحة كان محاولة أنه لاحتلال خاصة سيادة القانون وأيضا الدستور، وأيضا هناك احتمال واحد فقط الذي حدث وجذب لسنوات ماضية كثيرة، هو أنه جعل الفرز الأوراق الانتخابات بطريقة أنه يقومون بتعديل الدستور، وأنه الرئيس تم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي. لا يوجد هناك ناخب واحد أنه خاصة أصبح رئيسا، وسوف لن يكون هناك حساب آخر وحسب وفرز آخر لأوراق الاقتراع، وهناك فائز وهناك خاسر. وما يجذبنا الآن، هناك سنوات كثيرة ماضية حدثت أنه لم يحدث أبدا لاعتداء على الكونغرس الأمريكي، وأيضا هذا هو الشيء الوحيد الذي أنا أراه بمناسبة أنه ما حدث البارحة. لكنه بأي حال من الأحوال أن الدستور سوف يستمر، ولا أظن أنه سوف يكون هناك أي تكرار لما حدث البارحة بعد 100 سنة أو أكثر. أخيرا، بايدن أعلن عن ترشيحه لميريك جارلاند لمنصب وزير العدل. هل تعرف الرجل وإلى أي مدى تقيم صوابية هذا الاختيار؟ نعم، أنا كان لدي كمحامي لسيد جاردن أنه هناك استئناف للمحكمة، وخاصة أنه يقع قريب جدا من مكتبي، وكان أنه هناك أيضا من قبل السيد أوباما وتم ترشيحه، وأيضا أنه السيد ماكامل أيضا يحاول أنه يكون أيضا يعمل مع السيد الرئيس الجديد.
الجديد، وأيضا ميريك كاردلينز وسلوكه وأيضا سمعته، أنه تعاملت معه مهنيا. هو طبعا شيء، طبعا هو ليس شخص أنه ممكن أن تضعه بالجناح اليساري، هو يعمل مثل جو بايدن. وأعتقد أنه إذا ننظر إلى السؤال المباشر أنه أيضا ما سوف يحدث من جبل التحقيقات، وأيضا ابن الرئيس من ناحية الضرائب، وأيضا ما سوف يفعله من تحقيقات جرائم كثيرة لرئيس ترامب. ولا أؤمن أنا أنه لا نعرف ماذا سوف يحدث، وأيضا سوف لن يكون مثل ويليام بار. ولكن السيد غارلين هو أيضا ليس من هذا النوع، وأعتقد أنه الدولة هي تحتاج لوقت للهدوء وللتحول. ما نرجع مرة أخرى لسيادة القانون والدستور، وأيضا نحن سوف لن نجد برأيي أنه مدعون عامون أن أيضا يقومون بمتابعة والنظر إلى ما أنه إدارة ترامب ومتابعة ما يحدث الآن، خاصة للقضايا الجنائية على المستوى العالي، التي خاصة من قبل ما فعلوه داعمون ترامب. أعتقد أنه السيد بايدن هو كان نائبا خاصة في وقت أوباما، قال لننظر إلى المستقبل وليس إلى الخلف. وأعتقد أن السيد بايدن أيضا سوف يكون له أثر كبير في هذا المجال. أخيرا أستاذ خالد، الآن ونحن نعلم أن ترامب اعتاد على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر، واعتاد أن يدير حتى أمور الدولة عن طريق مواقع التواصل. مواقع التواصل الآن أعلنت تعليق حسابات ترامب، سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو غيرها. كيف تقرأ مستقبل ترامب السياسي والإعلامي، خاصة في ظل هذه الحالة من العداء التي تكنها مواقع التواصل له، كشخص يحرض على العنف وشخص غير مرغوب فيه على الصعيد الإعلامي؟ إذا سمحت فقط أن أعرج على موضوع وزير العدل، هذا من أهم الوزارات التي يمكن أن يرشح بايدن أحد لها. وميريك غارلاند هو قاضي فيدرالي، وهو الذي تمت رشحه باراك أوباما لأن يكون قاضي في المحكمة العليا، ورفض الجمهوريون أن يصادقوا على تعيينه. ولكنه له باع طويل في القضاء وفي وشخصيته كقاضي وكمدعي عام أيضا. برأيي أنه هو رجل احترافي، رجل هو الرجل الصح في المكان الصح. نعم. كنا ننتظر لأن نرى ماذا سيفعل. بالنسبة لترامب ومنعه من التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك منع ترامب من الآن حتى نهاية رئاسته أن يتواصل على الفيسبوك، وهذا مريح بالنسبة لي كمواطن أمريكي، هذا مريح جدا لشخص. أتمنى أن تحدو تويتر حدو ذلك. طبعا فيسبوك منعت ترامب من العمل، يعني بوستات على فيسبوك وعلى انستغرام. تويتر منعته لمدة 12 ساعة، ولكن نتمنى أن تمنعه أكثر من ذلك. الشيء الذي يعني سوف يكون مزعج في السنوات القادمة بعد خروج ترامب، إذا لم يذهب إلى السجن وهذا ما نتمناه له، هو أنه يسعى لأن يخلق منصة خاصة به، إن كان تلفزيونيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهو سوف يجمع، يعني عنده 75 مليون زبون جاهزين لأن يتعاطوا معه، وهو برأيي هذا ما سيفعله. سوف يشتري أو سوف ينشئ محطة تلفزة يبث من خلالها هذه السموم وهذه العنصرية وهذه الأفكار القنفشية، إن صح التعبير، ونظريات المؤامرة. لن ننتهي من ترامب بعد، إلا إذا تمت إدانته في الإدارة المحكمة الجنوبية لنيويورك بسبب مخالفاته الضريبية. إذا حصل هذا فسوف يكون في
في ورطة كبيرة جدا قانونيا هو وأولاده، وقد يعني يذهب إلى السجن برأيي، وأنا هذا احتمال كبير إذا حصل هذا، لن يكون له يعني فرصة أن يفعل ذلك. إذا لم يحصل سوف يكون على وسائط الإعلام وسوف نرى الكثير من دونالد ترامب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، وأشكر ضيفي أيضا أستاذ بروس فاين مساعد وزير العدل الأمريكي السابق، كنتما معي عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان على كل هذه الإيضاحات.